والعليم أوراد يوم الخميس اليوم 20 ربيع الأول 1445 الموافق 5 أكتوبر 2023 عند السادة الصوفية. ألف مرة يا رفيع وألف مرة سبحان الله العظيم وبحمده والحكيم العليم. ألف مرة للسيدي أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين. وإحنا فتحنا على كتاب أبو يعقوب الرفاعي السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي وزيرنا أبو شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، وطلع لنا مؤسس طريقة رفع نسبه ونشأته ودعوته وكرامته وأثاره وتأليف السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي خادم حفيد الإمام الرفاعي وخادم الطريقة رفع صوف الكويت وما جاورها، والسيد مصطفى الندوي من علماء الهند وشيوخ الطريقة. قدم له هذا الكتاب العلامة الداعي السيد الشيخ أبو الحسن الندوي الحسني حماهم الله الفاتح. آمين آمين. طلع حطينا على ولادته، طلع ولد سيدنا الرفاعي في النصف الأول من شهر رجب المبارك لسنة 512، وكانت ولادته في قرية حسن بالقرب من أم عبيدة بالعراق. قرية حسن مكتوب، قلت قال السيد العز الفاروقي في كتابه إرشاد المسلمين صفحة 29 عن ذكر قرية حسن كما سبق، خليكم معي سيدي، وقرر جزء من أم عبيدة واسط العراق الناصرية للعمارة، وكذا في سجلات الديوان فإنهم يذكرون أم عبيدة أم عبيدة، ويذكر تحت هذه الكلمة الفضيلة وقرية حسن والربوة وحربون والمنصورية، اللهم منطقة واد سيد وترفع دولة الكويت الحبيبة المنصورية والوردية وعدة قرى أخرى. انتهى وانظروا الرشحات الحسينية صفحة 59. سبحان الله شنو الصدفة، سيد بيته السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي زينب شيخ الطريقة الرفاعي الصفية المنصورية وجد السيد أحمد الرفاعي المنصورية.